شفته حسيت انه معمول مخصوص علشانك. حلو قوي، مبروك عليكي. على فكره مروه هتمشي وتسيب البيت، معلش استحملها كام يوم كده لحد ما تنقل حاجتها. طب ليه انا ما قلتلكيش ان مروه تسيب البيت؟ بس انا عارفه طارق ان انت كنت بتتضايق منها زمان. زمان فعلا، وانا كان ساعتها عندي وجهه نظر، كنت عاوزك تبعدي عن اي حاجه وتقطعي علاقتك باي حاجه تخص الماضي علشان تعرفي تبداي حاجه جديده، ومع ذلك رجعت في الاخر وقلت لك خليها عايشه معاكي طالما ده هيريحك. خلاص يا طارق، هي قالت لي ان هي كده كده ماشيه. لا يا لولو، مش هتمشي. انا بكره الصبح هتكلم معاها واخليها تقعد. مروه بتحبك زي اختها، وانت كمان بتحبيها، وانا مش عاوز ابعد عنك اي حد بيحبك، لا ماما ولا مروه. انا عاوزك تبقي عايشه كده وحاسه ان كل اللي بيحبوكي حواليكي ومعاكي، وانا اولهم. وانت بتعمل معايا كده ليه؟ قلتها لك كتير قوي يا لولو، وما عنديش مانع اقولها اكتر كمان، عشان بحبك يا لولو. من ساعه ما حكيتي لي حكايتك وانا بقيت حاسس ان انت بقيتي مسؤوله مني، وبقيت بحاول اعمل المستحيل عشان اساعدك. ببقى مبسوط قوي لما بساعدك. هو في ايه يا لولو؟ انا بحاول كل يوم اصلح الغلط اللي عملته معاكي، وانتي مش مدياني فرصة، رافضة أي محاولة من ناحيتي، مش متقبلاها أصلا. هو ده طبيعي؟ لا، ده مش طبيعي. مفيش حاجة يا طارق، أنا قلت لك إن أنا بس محتاجة شوية وقت. لا يا لولو، لا، انتي مش شايفة حاجة ولا حاسة بحاجة، كأنك قافلة باب قلبك من ناحيتي. وما تقوليليش عشان اللي حصل قبل كده، لاني ساعتها مش هصدقك، وانا ما تعودتش ابدا انك انت بتكذبي. لولو، انت عرفتي حد غيري في الفتره اللي كنا فيها بعاد عن بعض؟ حد مين؟ اكيد لا. طب افرض يعني عرفت، هتعمل ايه؟ هقتلهولك، عشان انت مستحيل تكوني لحد تاني غيري. انت حبيبتي انا وبس، فاهمه؟ في ايه يا عم انت؟ وانا اعرف حد فين وامتى اصلا؟ انا بهزر معاك.